السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين داخل الرحم هو عبارة عن سائل بخصائص حامضية يحمي الجنين داخل الرحم، حيث يتم إفراز هذا السائل من خلال الأغشية الأمنيوسية المحيطة بالجنين والموجودة في المشيمة والكلى، بالإضافة إلى الإفرازات التي تخرج من الجنين نفسه. ويعتبر هذا السائل مهم عند الأطباء لأنه يساعدهم على تقييم الوضع الصحي والجيني للجنين، كما أن وجوده يساعد الجنين على الحركة بسهولة أكثر. يعد السائل الأمنيوسي خط الدفاع الأول لحماية الجنين من التعرض لأي أذى أو عدوى أو التهابات، كما يحافظ على اعتدال درجة حرارة الجنين ويعزز عملية نمو ونضج الجهاز الهضمي والرئتين، وهو يمنع التصاق أعضاء الجنين مثل اليدين والقدمين ببعضهما. عادة ما يحدث انخفاض في نسبة السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين خلال الربع الثالث من مراحل الحمل، أي من بداية الشهر السابع حتى نهاية الشهر التاسع من الحمل، والسبب في ذلك يعود لاكتمال نضج الكلى عند الجنين وقيامها بوظيفتها، حيث يبلع الجنين بشكل طبيعي جزءا بسيطا من السائل الأمنيوسي وتخرجه الكلى عند البول، مما يساهم في تغيير مستويات السائل يوميا، فتتراوح كميته في الثلث الأخير ما يقارب اللتر. ويراقب الأطباء خلال هذه الفترة نسبة السائل عن طريق إجراء فحص الأشعة بالموجات فوق الصوتية حتى يقيموا كمية السائل الموجودة ويراقبوا اكتمال نمو الجنين، وحتى يتسنى لهم التدخل إذا وجدت تعقيدات أو مشاكل. فإذا كان هناك انخفاض ملحوظ عن المستوى الطبيعي، هنا يتم تزويد الأم بالسوائل الضرورية عن طريق إبرة في الوريد من أجل تعويض النقص ومنع وقوع أي التهابات أو مضاعفات سلبية في مرحلة الولادة وتقليل فرصة حدوث ولادة مبكرة، كما يؤدي نقصان السائل حول الجنين إلى حدوث تأخر في اكتمال نمو الجنين، بالإضافة إلى حدوث نقص في الدم المغذي للجنين بسبب الضغط على الحبل السري، كما سوف يؤثر هذا الضغط في شكل وجه الجنين وعدم نضج الرئة. وهناك أسباب تؤدي إلى نقص كمية السائل حول الجنين: أولا، وجود تمزق أو فتحة في الكيس المحيط بالجنين مما يؤدي إلى تسرب السائل الأمنيوسي بشكل بطيء. ثانيا، وجود خلل أو عيب في وظيفة المشيمة فلا تقوم بعملها في نقل الدم والغذاء للجنين بالشكل الطبيعي. ثالثا، تناول الحامل لبعض أنواع الأدوية لمدة طويلة مثل تناول مسكنات الألم. وأخيرا، وجود مشكلة جينية عند الجنين كوجود تشوه جيني موروث في كليتيه أو عدم حصول الأم الحامل على كفايتها من السوائل. وهنا يجب على الحامل متابعة حملها من خلال زيارة الطبيب بشكل دوري بناء على ما يحدده الطبيب، وهذا من أجل الإطمئنان على نمو الجنين واكتشاف المشاكل عند حدوثها ومعالجتها خلال فترة الحمل. كما يجب على الحامل تناول السوائل بكميات وفيرة، وخصوصا إذا شعرت بالجفاف، والحرص على تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه وأخذ قسط كافي من الراحة.